أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تنصحون طالب العلم في قراءة أصول التفسير قبل الشروع في قراءة معاني الآيات وأسباب نزولها؟ ما يكفي القراءة يا أخي، لازم تتعلم على العلماء، لازم تقرأ كتب أصول التفسير وأصول الفقه والمصطلح والنحو واللغة والفقه، ولازم تقرأ على العلماء. مجرد أنك تحط لك مكتبة فيها فنون وتقرأ على نفسك هذا ما يصلح، بل هذا يضر أكثر مما ينفع، إن كان فيه نفع فضرره أكثر. نعم.